سفير الهلال دي قصة. ما في قبائل كثيرة غير بني هلال، قبائل كثيرة قوة مشهورة وأكثر من بني هلال. بني سليم وبني كليب وبني هاشم يعني كثير قوة. سيرة بني هلال ميزتها إنه يعني سبحان الله والدة أبو زيد إنه جو أسمر. فتوهم وبتاع ومشوهم من البلد طبعا هو وأمه. وبعد جات يعني حربهم مع خليفي غيرة على الدين بالنسبة طبعا للأشراف موتهم خليفة في الجوامع يوم جمعة. بس كان السبب الصقر يعني ولا السبب الجوع؟ هو السبب قحط. القحط القحط جاء في أرض الحجاز. أجذبت الأرض. الأرض نشفت وما فيش مية ولا أمطار ولا بتاع. راحوا على تونس. فهناك بيجوا يحاربوا خليفة نسبة يعني الحروبهم مع الأشراف. ففي دي يعني الشهر أبو زيد. اشمعنا سيرة ميلاد أبو زيد وقصة بني هلال؟ أنت من بني هلال مبدئياً صح؟ في قصص كتير عربية حصلت، اشمعنا السيرة الهلالية اللي هي بقى لها سيرة وعربابة وشعرة فيها كل المميزات حلوة. كل المميزات. مين أحسن راوي أحسن شاعر بيعجبك؟ جابر أبو حسين ومن بعده علي جرمون الله يرحمه. وإيه الفرق ما بين يعني ده متهيألي بيشتغل مربعات وده فرادي؟ القافية. القافية. جابر لو ابتدى بحرف النون بيكتب بيكتب حرف النون. في شعر برضو حرف بتقول البيه حرف الباء حرف الراء حرف الراء. زي ايه مثلا عم محمد؟ اقول لك انا مثلا يعني مثلا زي منصور. لما تقول له افتح يا منصور افتح باب الصبر قال لها بابي ما افتحوش للي ما عرفوش خليفه ما اضمنهوش لا يخرب لي الضياره. كلها حرف الراء يختم عليها يختم. انما علي جرمون، علي جرمون الراجل ده سبحان الله يعني الصوت بتاعه مميز مميز. برضو ألف في القصة في السيري جاب قصة روضة غرب تونس دي كلها من أولها لأخرها مرة واحدة. دي اللي هي 21 شريط. كثير عن 21. كثير عن 21 كثير جوه بتاعت ومحدش غيره كمان ولا فيها منصور. هو جابها منين يعني ألفها منين؟ دي تزكية تحت المخ. تزكية مخه قوية قوية شديدة.